الدنيا مو مثل قبل، كل شي بيها تغير، الدار والذكريات والأصدقاء والعشرة. قبل كان الجار أقرب إليك من أخوك أو أقاربك، وكان كل شي ببيتك محرم عليه، وكان الصديق فعلا وقت الضيق لا يخونك ولا يباوع على عرضك. فكانت الدنيا نوعا ما سهلة من الدنيا الآن. وكان الفاصل بينك وبين جارك وسياج لا يتجاوز طول السياج هذا 1 متر، وكنت تنام وانت مأمن على بيتك وأبواب المنزل مفتوحة. أما اليوم كل شيء تغير، اليوم صار الجار يخاف من جاره، وصار بيته عبارة عن كاميرات مراقبة، ويراقب من كل مكان ومن كل زاوية من داخل البيت، وصار البيت تباوع عليه عبارة عن ترسانة. أما الصديق صار أول شي يفكر بيه ويخطط له إنه هو شلون يخونك، أو شلون يطعنك بظهرك، أو شلون يقدر إنه هو يباوع على عرضك. أما الغلاء اللي صار بهاي الدنيا، صار كل شي غالي بيها. آلاف الناس أو ملايين منهم لا يمتلكون رواتب ولا عندهم حتى سكن، وهذا السكن إنه يسترهم ويقدرون إنه يعيشون بسعادة تحته. تخيل ان هم ما عندهم حتى سكن، اذا صار عندهم مريض شلون راح يعالجوه، وهم ما عندهم اجور ابرة مسكن ياخذوه من اقرب مضمد، وشلون راح يقدر يتعايش مع المرض، وشلون راح يقدر ينام، والالم ماكل جسمه اكل، وهو لا حول ولا قوة. عيش هذا الاحساس لمجرد ثواني، راح تعرف كمية الألم اللي دا تصير بآلاف المرضى بالعراق أو الملايين منهم. الكل متألمين، وللأسف 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 ماكو هنالك مستشفيات حكومية يقدر انه هو يروح لها المريض ويتعالج بيها، ما بيها اي نوع من العلاج، لا طبيب ولا مسكنات ولا حتى علاجات، بس مجرد اسماء موجودة ولافتات موجودة. فلازم يضطر انه اما يروح للمستشفيات الاهلية اما يروح الى عيادات الاطباء، وهنا راح يكون الذبح من الوريد الى الوريد. اقل كشفية لطبيب ربما تتجاوز $100 او اكثر من ذلك. طيب اذا هم ما عندهم شلون راح يدورون الكشفية، وشلون راح يكشف عليهم الطبيب، وشلون راح ينجزون العملية؟ سعادة الناس شيء عظيم، أما انقاذهم أعظم. صرنا نوصل للكل وفي كل مكان وفي أي زمان. هدفنا أنه لازم نعيش بسلام وبسعادة وبحب داخل عراقنا الحبيب.
لأن يكون هنالك مبدأ ما يشعر بالألم بس صاحبه. إلى سفير الإنسانية حالي أحلام أنا عند الحجية هاي شارف 12 بسنة 19 وقعت وانكسر عندها الحوض هنا الوريك مالها وما خليت الدكتور ما رحت لي يا دكتور لا روح يقول عملية يحتاج إلى 6 ملايين 7 ملايين 5 ملايين وإحنا حالتنا كلش ضعيفة ناس قاعدين بالإيجار وما عندنا معين بس واحد يشتغل بعشرة آلاف وأطالب إن شاء الله من علي عذابي باوع لهذا الفيديو. وصلت إنها مناشدة من مدينة الصدر ببغداد، وهذه المناشدة تتكلم عن أم طريحة الفراش وحالتها تكسر القلب وتبكي ليل مع نهار لأن ما تقدر تمشي خطوتين وصار لها أكثر من سنتين هي مقعدة. فورا انطلقنا إلى أم كريم لإنقاذها من عذابها وحزنها، ولازم تعود للحياة مهما كلف الأمر. شلونك حجي؟ الحمد لله استاذ علي، هلا والله. الحمد لله. ان شاء الله يا تمام. ان شاء الله تمام يا روحي. الله يحفظكم ان شاء الله يطول بعمرك. شنو اللي صار بالحجيه؟ الحجيه ام كريم قبل ب 2019 بشهر 12 كانت تعاني من كسر. أيه؟ وقعت بالهول، هذا الهول وقعت فيه. تمام. اي فتره راجعنا نوم ما تنام. يعني. الام عندها. اي فراجعت بها دكاتره، هواي دكاتره. قالوا هذا المفصل مالها لازم ينشال. الله. وتكلف عمليه حوالي يو 7-8 ملايين. واحنا حالتنا ضعيفه. وظلت هي بألم. ألم، ظلت سنه كامله، 9 أشهر 10 أشهر، ما تنام الليل كله ما تنام، بس يعطوها مهدئات وهاي. ما قدرنا نسوي شيء. وظلت انه هي. اي ظلت، اي ظلت، حتى قلبها ما تقلب هي، ظلت. اي والله. اي والله. اي والله. تعالى الله. ظلت من يا شدوا لقلبي شاي امي، شدوا لامرك ربي يحميك. أيوة. من هاي النملة تمشي. الله يطول بعمرك. أيوة. الله يحفظك ان شاء الله. وظلت وديتها عدة اطباء. عدة اي والله اطباء مال كسور، يعني كلش فاهمين وديتها، بس هذا أيوة. مبلغ من المال، والمال هواي يعني 7-8 ملايين ما عندي انا. فظلت تتألم خطية هي، فالله سبحانه وتعالى قلنا خلي الناشد استاذ علي. يا قلبي الله. اي والله. لا والدتي هذه سوي مناشده وان شاء الله خير. هل جيتونا انتم؟ اهلا وسهلا بكم ان شاء الله. وعلى الله وعليكم بعد استاذ علي. اي والله. والله العظيم. اي والله. همش انه تقوم تمشي هاي الحلوه. اي والله. بعد عين. ويروح من هالالم. ايوه. اهم شيء هذه. لان يقول لك ريحتك يا بعد. انه ما يشعر بالالم غير بس صاحبه. غير صاحبه. اي والله. بعد خواتي علي يا يمه. فالالم هو اللي يأذيك اللي يشعر بيه بس صاحبه. الله يكون بعونك. وشلون تنامي بالليل انت؟ ما نام والله، ما نام يا يمه يا علي، ما نام. هيجي قاعده يعني انا وروحي، ما حد لي بس الله واهل البيت، ما حد لي. ترحين مثلا حمام كذا. إيه؟ قوه هذه. إيه زحف. إيه يعني ايه صعبه، كلها صعبه، المغاسل صعبه صعبه علي. اتمنى اغسل وجهي بصابون.
وارتاح. لا ما ممكن، والله موجود واهل البيت والشرفاء هواي والخيرين، وانا انادي استاذ علي ينقذني، علي ينقذني. انا بخدمتك يا ولدي علي، ولدي اريد حصه علي داخل باب علي، خدمتك يا يما. موته والعدلين علي، احنا علي خلاص يا يما، اريدك تطمئني. تطمئني باذن الله، عمليتك راح تكون ما يكون حاضر شلة طيب. راح نطلع طبعا للسليمانية إن شاء الله، نسوي العملية وترجعين 20 سنة عمرك إن شاء الله. والله والديك صالح، بارك الله فيك وأهل البيت إن شاء الله يا رب. بارك الله فيك يا روحي يا يمه يا حي. يكون حاضر شلة طيب. أنا أكون أتمنى أشوفك كل أسبوع، أشوفك كريم وارتاح يا بعد عين. وإذا تبقين هيجي أبو كريم يتزوج عليها. إي خل يتزوج. فإحنا نريد خل يتزوج. إحنا نريد نمشيش حتى لا يتزوج، لا يطلع حجة. خل يتزوج بفلوس الهيج. إي بابا. حتى باكر عقبه مثلا نريد نعاتبه. يقول والله شو أسوي؟ هي ما تمشي. ما تمشي. ما تمشي، طلع حجة. بس أنا حجتنا تمشيني أنت. إن شاء الله. الله حتى بعد ما عنده حجة قوتي. بعد ما عنده حجة ايه. إن شاء الله ايه. تبقين على قلبه إن شاء الله ايه. بلغتم كريم، راح نسافر إلى محافظة السليمانية لإجراء العملية، وبعدها انطلقنا إلى منطقة الشعب في بغداد لإنقاذ أم رقية اللي صار لها 5 سنوات هي بالفراش ما تمشي ولا خطوة، وساكنين ببيت تجاوز. شلون الصحة؟ أنا أستاذ إن شاء الله يا رب بخير. الحمد لله. شنو اللي صار وياك؟ والله أستاذ علي صار لي يعني 5 سنين 6 سنين أنا ما أقدر، لا أقدر أقوم ولا أقدر أتجهالي أنظف، يعني لا سبحين، يعني تعبت. الله يكون عونك. توفى أخوي، انكتل وركضت ورا الجنازة وانضربت برجلي فقدت. إيه فقدت وقعت ما بينت علي، طلعت الأربعين بعد ما اقدر امشي ولا اقدر اتجهل اقوم ولا رجلي بغيتي بالقاع خلاص ما اقدر لا اتحرك ولا اقدر اقوم، وهاي عندي جهال 4 قالوا لي. ورحت راجعتي مثلا مستشفيات كذا؟ اي راجعت، طلبوا مبلغ ما عندي، ما عندي اسويها والله، وهاي ظليت مشيتي ايش قعدتي؟ ما اقدر ما اقدر استاذ علي، ما اقدر، لا اقدر اقوم لا اقدر انظف لا اقدر اركب، هاي كلها ما اقدر. لعبين ولا قايم بالبيت؟ عندي بنية عمرها 12 سنة هي تركب لي. يا عيني. ويتيمة. والله يتيمة وجايبتها. تقول لي يمه العداني صار لي كم سنة أريد أريد كنت تخدمين، أنا أخدمك كنت شو أسوي؟ ليش يتيمة هي؟ أبوها شهيد. أبوها شهيد. إن شاء الله. يا عيني. والله وجايبتها يا ماما تزوجت جبتها يا زوجها. جزا الله خير. جزا الله خير. استاذ علي تعبت، اريدك تساعدني تسوي لي العمليه اقوم الجهالي. ناشدتك وما قصرت. جزاك الله خير. لا اخوك هاني والله يسلمك. وهاي الوكحه هاي الحبابه هم ساعدك؟ اي شو تسوي هاي زهوره؟ هم تنظف ويا اختها. تنظفين انت؟ ايه. شو تسوين؟ انا انظف. قولي اساعد امي. ساعد امي جناحها. الحمد لله يا رب، ألف الحمد لله. والله أستاذ علي من مات أخوي لحد الآن يقول أريد أطلع من بالي ماكو،
افكر بيه اقول له لا انت موجود ما توقف تسوي لي العمليه. شلون مات والله يا رحمه؟ كنت له صاحبه استاهل. الله اكبر. شوف هاي صوته. هم امه تعبانه، ابوي انضرب جلطه، حتى ابوي تعبان. وانت هاي صار برجلك لين رحت ورا الجنازه؟ اي ركضت ورا الجنازه. استاهل علي، اريدك تساعدني، اريد اقوم على حيلي. ما يكون خاطر شلة طيب. لا بالعكس انت ما تقصر والله، جاي يوميا يعني ابوع المعاناة مالاتكم واشوفكم والله هاي ما انام. وابوه وش يشتغل؟ ابويا؟ لا ابو الجهال عنده توك توك يشتغل بيها، عشته يطلع له 10 15 ايش تسوي؟ الحمد لله والله. ايش تسوي؟ تجاوزوا هذا صح؟ اي تجاوزي. يا شوف شو صار بينا، تبقى ياكلنا اكل لا نقدر ننام، تكرم الريحه مال المجاري تكتب هاي بزل هنا، ايش تسوي؟ وانا اهلي بالحله وعايشه هنا، ايش اسوي؟ شلون الغريبه هنا؟ لا مو غريبه، ان شاء الله بين اخوتك واهلك. الله يسلمك بعد قلبي. الحمد لله على كل حال. هاي على مود بناتي والله لامتهم وقالت. ان شاء الله خير يا رب. ان شاء الله خير. بدك تساعدني استاذ علي. يكون خاطر شله طيب. اول شغله تقومين بالسلامه انت. الله يسلمك ان شاء الله. ونفرح بيك وتقومين البيت بيك وزوجك. اي والله. البيت محتاجك. صار له هواي هو. شبع ظن من عندي والله استاذ علي، حتى مرات اقول له روح تزوج. طيب الله يساعدك والله. يعني ابد حركه ماكو؟ ماكو استاذ علي، ماكو. هاي النوم ما اقدر انام، كله الوف. ما اقدر. هذول بناتي تجيب لي المي يحطون الصينيه اكل، شو اسوي؟ ما اقدر. إذا أريد أسبحين أخذ هذا السكملي وأقعد بالحوش أسبحين. الله. والله العظيم أتمنى أقعد أسبحين. ها وهاي البنية هم طايحة بيا، شو تسوي؟ والبنية هي اللي صارت أم البيت. إي هي هاي أم البيت صارت والله أستاذ علي، شو تسوي؟ بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب تقومي بالسلامة بإذن الله. إي والله أستاذ. وهذه اعتبريها صايرة إن شاء الله. إن شاء الله. راح نطلع إن شاء الله يا رب السليمانية نسوي العملية. ان شاء الله استاذ وترجعين ان شاء الله يا رب مثل ما كنتي. اي والله اقوم الجهال والبيت مثل ما كنت ان شاء الله ترجعين مثل ما كنتي باذن الله. ان شاء الله. يلا سهله هاي سهله. والله وديت استاذ علي واستاذ عمار هم ما قصر. وانت بلغتم رقية انه باكر باذن الله راح نسافر الى السليمانية لاجراء العمليات. في اليوم الثاني اخذتم كريم وام رقية وانطلقنا من العاصمة الحبيبة بغداد الى شمالنا الحبيب. دخلنا لمحافظة السليمانية الساعة تقريبا بواحدة ليلة وتوجهنا مباشرة إلى مستشفى إجيان وكان كادرها كله بالانتظار. عملنا لهم فحوصات كاملة وحجز غرفة وتحاليل.
في اليوم الثاني كانت أم رقية جاهزة للعملية وكانت تعاني من كسر رأس العظم الفخذ بسبب وفاة أخوها الوحيد. على أخوي عزو عملية أي إن سعيدت من ميتة قوية ادعي لخي من ميتة صار 5 سنين ما أقدر أمشي قوية ويا الله ادعي لي قد قلبي قوية. أنا يتيمة الأب وخالة توفى وماما رقضت برا وصار هيك حالتها وخاف على أمي هم تموت وأصير يتيمة. دخلت العمليات وكانت دعواتنا ودعوات بتها ان تقوم بالسلام. ألف الحمد لله نجحت العملية 100% وهترجع مرة ثانية للحياة. بعد ما اطمأنينا على ام رقية صارت جاهزة ام كريم للعمليات. اخذناها للعمليات وكان صوت ألم تارس المستشفى. دخلت ام كريم ويا رب تقوم بالسلامة. ألف الحمد لله نجحت العملية. مع العلم كانت تعاني من هشاشة بالعظام. وصلتنا مناشدة من الأخ الصديق الأستاذ علي عذاب بخصوص حالتين مريضتين. بالنسبة للمريضة سماح تعاني من كسر في رأس عظم الفخذ مهمل لفترة من الزمن، انتهى بتنخر وسوفان في مفصل ورك الأيمن. تم إجراء عملية تبديل مفصل الورك الكامل للمريضة سماح،
أما بالنسبة للمريضة أم كريم فهي تعاني أيضا من كسر مهمل في عنق رأس عظم الفخذ أدى إلى تنخر وسوفان وهشاشة عظام شديدة. أيضا أجرينا لها عملية تبديل مفصل الورك كامل وكان من نوع خاص، والحمد لله والشكر الحالتين سماح وأم كريم حالتهم جيدة الآن والحمد لله والشكر. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون الحجي؟ مية هلا. شلون الشباب الحلوين؟ مية هلا ابو حسين. مبارك ان شاء الله بخير. مية هلا بالذهب. شلونها ذهب ذهب ذهب. شلون الحجيه؟ بدول قلبك يا عبد الله. سلامه. الله يسلمك يا بعد روحي. مرتاحه؟ سلمت بالله ويستر عليكم ان شاء الله. بجاهز زهراء يطول بعمره. الحمد لله وشكرا. يستر عيالك. فدوى لعيونك يا بعد قلبي يوم. فدوى القلب ان شاء الله. ابو حسين الذهب يوم. الله يبارك فيك. شلون اخبارك انت؟ ان شاء الله بخير زينه. الحمد لله الحمد لله. والله كنت عمر جديد بجودكم بالله. لان هي كانت منتهيه. ابا منتهي صار لها سنه وثلاث اشهر قاعده. بجهودك. الحمد لله يا يمه. يا بعد روحي يا والله يمه من يا جيتيش. علي فدول قلبك. شفتش تبجين فدول قلبك يا علي يا يمه. وقاعد على الكرسي ومتبهذلة. اي والله فدول عيونك يا بيتي. مو يا يمه. اي والله يا علي يا يمه. ان شاء الله. الحمد لله. ان شاء الله يا ربي. الحمد لله الحمد لله. كان متهشم. اي والله. قد مرة صاير. صاير بسكت. اي والله يا علي يا يمه. والحمد لله الله يحفظك يا معالي. الحمد لله شكر. فاكيد انه يحفظك. صار اكو موضوع. اكو موضوع طبعا صار ويا ال ويا ام كريم. تفضلي دكتور. شلونك دكتور؟ يلا السلام عليكم. عليكم السلام. ان شاء الله بخير. الله يطول بعمرك. فدوى قلبك. الله يسلمك. ميت هاليوم فدوى قلبك. دكتور حيدر بعد روحي. اهلا وسهلا بكم. مرتاحة؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. دكتور موضوع المفصل اللي صار ويا ام كريم شنو اختلافه عن بقيه المفاصل؟ ام كريم نتيجه الاهمال اللي صاير عندها الحاله المرضيه مالتها. اي المفروض كانت تتعالج في نفس الوقت بس نتيجه الاهمال بقت بالفراش فصار عندها هشاشه عظام كلش شديده. يعني تقدر توصف العظم مالتها مثل البسكت او القشره مال البصل يعني. فلهذا مخلي لها مفصل بدايه العمليه. حسيت انه هذا المفصل ما راح يخلينا هاي الحجيه هاي الفالنج هو ثاني يوم بعد العمليه. اها. فمباشره رفعت حسيت انه عضلاتها مرتخيه عظامها متششه فرفعت المفصل هذا نفس الوقت بدلت لها مفصل اخر مفصل خاص انا يعني هذا المفصل خلى عندي انه بالحالات الخاصه للخطره اللي ممكن انه يتعرض المريض للخلع تتوقع انه يتعرض الى الخلع فخليت لها هذا المفصل حتى تخلص من هذه. شنو هذا نوع المفصل يعني؟ هذا المفصل انه يمنع المفصل الورك انه يخلع. هاي المشاكل اللي نسمعها عن عمليات تبديل المفاصل. اي انه سويت عمليه بالهند ورجعت للعراق وخلع وسويت عملية بإيران ورجعت للعراق وخلع. هذا المفصل مفصل فرنسي ما يخلع. ما يخلع لو توها طلعت من العمليات تمشي. ما يخلع مشيها حركها بومها خليها تلعب طول ما يخلع. سمعتي فدوالي. المفصل مالتش مختلف عن بقية المفاصل اللي صار. ليش؟ لأن هشاشة العظام اللي عندش كلش كبيرة فمن يخليش مفصل اعتيادي هذا ثاني شنو ان ثاني العظم مالتش هو يبني عليه ويستمر فما مشى وياش الامر طلع له المفصل شو مرة الدكتور بالشارع مراد المفصل شدش مفصل اخر اللي هو المفصل اللي ما يخلع نهائيا. فهسه ان شاء الله رجعتي انت 13 سنه عمرك. ايش قد عمرك؟ جهودكم يا بعد روح 13. عمرك 13. نحن كشركة دليلك الطبي وصلتنا مناشدتين من برنامج من الواقع للأستاذ علي عذاب. للحاجة أم كريم كانت تعاني من مفصل الورك، والأخت أم رقية أيضا كانت تعاني من مفصل الورك. تم إجراء لهم عمليتين والحمد لله تكللت بنجاح والآن يتمتعون بصحة جيدة.
السلام عليكم. عليكم السلام. شلون الصحة؟ أستاذ علي. إن شاء الله بخير. شلون أمورك؟ الحمد لله. إن شاء الله هي تمام. تمام الحمد لله. بشريني. صحتك شلونها؟ شلونش عمو؟ زينة. زينة؟ زينة. شلونها ماما؟ الحمد لله. يا رب. ألف الحمد لله شكرا. وجوكم. الله يوفقك إن شاء الله. يعطيك العافية. إن شاء الله نراح التعب. إن شاء الله. صح؟ إن شاء الله. صح قد إنه أنت ما ماشية؟ صار لي 5 سنين. ما ماشية. بس نايمة. فد نايمة. وصاج قد مطبل المطبخ؟ صار لي 5 سنين. 5 سنوات. اتحصل على الطبخ. الله يكون يبانك. هاي تطبخ لي. وشون منو علمها؟ انا علمتها. انت قاعدة تجي تستشارك هي بس؟ ايه. الله. تركب وتسوي. وهي تتركب. ايه تقول لي ماما ليش مني جيت بعد ما تمشي؟ كمل ما تخالج بعد ما اقدر امشي. يعني. تعبت صار 5 سنين هي شايلة الواجب كله. هي؟ اي والله. وعاد المدرسة؟ هي يتيمة. ابوها شهيد. هي؟ اي. ابوها شهيد. تعبت. الحمد لله شكرا على كل حال. الحمد لله شكرا وبجوك بصر الزينة. وجبك استاذ علي. بدو على عينك. اريد الله يوفقك. انت اختي انت اخويا انت اختي وعلى راسي للامانه ودموعك عزيزه علي. الله يسلمك يا رب. يطول بعمرك ان شاء الله يا ربي خير. الله يسلمك. حاول حبابه البطله صبايا. يلا ان شاء الله انتهيت. انت قبل العمليات كنت تبكي ونهاريتي خلاص طبت العمليات وطلعت انت لسه صح زينه وانا شيل المسؤوليه بعد مال الشغله ما لها علاقه بعد ما لها شغله هي بالمدرسه بطلت على مودي. لا رجعي. هو راح ارجعها اذا صدقاني اخوك. اي راح ارجعها. رجعي لي اياها خلاص. خدمت لك 5 سنوات. قدمت لك كل اللي تردينه جزاها الله خير. أيوه. الله يوفقها وبطله. بطله صح. وراح ترجع المدرسه ترسم مستقبلها ان شاء الله. اي مو اقولها رجعي. ترجعين لو ما ترجعين؟ لو كيفتي حبيتي المطبخ لا 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 ترجع. لا ترجعين تطبخ المدرسة. ما شرقية الحمد لله اليوم كذلك انه انجاز وانقذنا طبعا عائلتين وروحين وامين اللي هي ام كريم هاي المره الكبيره الوقوره من اهالي مدينه الصدر اللي غادرها الفرح وصارت مقعده وتركها كل شيء. الحزن هو اللي خيم مسيطر عليها. لا تقدر تطلع تروح لأقاربهم ولا لجارهم ولا أيضا حتى تقدر أنه تعين أهلهم وما عندهم أحد. وهي مرة كبيرة بالعمر تعرضت لحادث وصار عندها تهشم بالورك وهذه العملية مكلفة وأيضا بنفس الوقت خطرة وتحتاج لها الكثير من الأموال والدقة في العمل. فالحمد لله والشكر خدنا أم كريم وكذلك رحنا لهذه الأمرأة الأخرى اللي هي أم رقية بنية بعدها شابة باستشهاد أخوها قدرت أنه هي تفقد الورك مالها وصار عندها تهشم ومن ثم صارت هي طريحة الفراش لا تقدر تطلع ولا تطب ولا تقدر أيضا حتى تمشي وتعيل أهلها وناسها. الحمد لله والشكر اليوم كنا سبب بإسعادهم ورجوعهم مرة ثانية للحياة وإن شاء الله يا رب يستمرون بهذه الديمومة لأن دائما ما إحنا ما نقول أنه هي رسالتنا رسالة سامية. وتخيل هذا الموضوع إذا قدرت أن تغمض عينك وتتخيله أنه أنت محروم من أبسط الأشياء محروم من كل شيء أنه قاعد وطريح الفراش وما تقدر أيضا حتى تقدر تعين نفسك أنت فكيف الإحساس والإحباط النفسي والإسقاطات النفسية اللي تصير في داخلهم. فإحنا من هذا الباب الحمد لله والشكر أنه تم إنقاذهم ورجوعهم مرة ثانية للدنيا وإن شاء الله يا رب تبقى الابتسامة مرسومة على وجوههم ويعيشون بخير وصحة وسلام بعيد عن الألم والحزن والدمار. بعد مرور 30 يوم من إجراء العمليات رجعنا مرة ثانية نطمئن على أم كريم وشلون صارت حالتها. صارت تمشي لو بعدها مقعدة بالفراش.
ناشدت استاذ علي عذاب وجاني وداني للمستشفى مال السليمانية وسوالي عملية والحمد لله ناجحة وقمت امشي وسوليف كنت محصورة ما شايفة عالم عدل رجلي وخلاني امشي الله يحفظه وفدوى الطوله وفدوى القلبك يمه يا على عذاب نقذتني نقذتني ما انام كنت وابكي ومقهوره ومسكينه لا هسه الحمد لله ما اقدر اغسل اتمنى اروح للمغسل اغسل وجهي والعده شي اروح له والحمد لله الف مره رب العالمين ما قصر على عذاب ربي يحفظ الكادر ويحفظ علي ويطول بعمره ويسهل امره للفقره وللمساكين ولليتامى على عذاب الله دازه لهم. بعد ما اطمئنينا على ام كريم رحنا نطمئن على ام رقيه ونشوف حالتها شلون صارت. خلف الله على العذاب سوالي العمليه وقمت على جهادي وعلى محلي والحمد لله والشكر طيب العافيه. كنت ما اتحرك ولا اقدر امشي ولا اقدر اشتغل وهسه الحمد لله والشكر قمت الجهادي والمحلي هسه الحمد لله والشكر خلف الله علي طيب العافية قاعدة محلي الحمد لله والشكر الله يطيل العافية. شكرا لله من جعلنا سبب بسعادة الناس ورسم الابتسامة على عيونهم بعد ما كانوا فاقدين الأمل وبائسين الآن رجعوا مرة ثانية للحياة. الدنيا محطات بها محطة سعيدة ومحطة حزينة وإن شاء الله يا رب نتجاوز كل محطات البؤس والألم.